الحفاظ على اللغة العربية مهمة أخذها على عاتقه الملتقى الأردني للخط العربي والزخرفة الإسلامية، للتأكيد أن اللغة الضاد هي لغة الجمال وأنها تصلح لكل زمان ومكان. لوحات من دول عربية وإسلامية حضرت هنا، تنوعت وتعددت دلالاتها وأحجامها وأشكالها، والمعرض يجمع شمل خطاطين من الجيلين القديم والحديث. تظاهرة فنية جميلة جدا، ملهمة جدا، محفز إبداعي جميل جدا، سواء للفنان الناشئ أو للفنان المختص. طبعا كنت فخورة جدا بشبابنا الأردني وبأعمال شبابنا الأردني بهذا الملتقى. شفت أعمال من العراق، شفت أعمال من فنانين من سوريا، من فنانين من إيران. الأعمال متنوعة الجنسيات، تجمعها وحدة الإبداع ووحدة الجمال بالفنون الإسلامية. العربي طبعا آفاقه كثيرة جدا، آفاقه بس وحدوده مو بس النص القرآني أو النص المقدس، ممكن يدخل في نصوص كثيرة ويتعدى هذا حتى يدخل بالتجريد ويدخل بالحروفية ويدخل، يعني فن متكامل. أنا أتصور الحرف العربي هو الثيمة الأهم والواضحة للهوية العربية تحديدا وللهوية الإسلامية ثانيا. فدنشوف الأسلوب العثماني موجود، الأسلوب الفارسي، دنشوف الأسلوب المملوكي موجود، الأسلوب البغدادي القديم. خط جميل، فن جميل، أنا بنصح الجميع أنه يتعلموه من الصغر. كل ما تعلمت وانت صغير كل ما كنت مبدع لما تكبر أكثر وأكثر. لانا شاهين عمان، آل ميادين.